والآن مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان اقتلوا إسلام بحيري تكتب سحر الجعارة في عدد الغد من المصري اليوم، وتقول اقتلوا إسلام بحيري لتستقر دولة كهنة الدين ويرتدي الرجال الطرح وهم يحنون رؤوسهم احتراما لفتاوى إرضاع الكبير وزواج القاصرات واغتصاب الزوجة القبطية، وتضيف اقتلوا كل دعاة مدنية الدولة والثورة الدينية قبل أن تسقط قدسية العمائم التي تنشر الفطنة الطائفية. وترى أن رجال الأزهر أداروا مقصلة التكفير الجهنمي وسلموا المفكرين لبعض المحامين من محترفي دعاوى الحسبة حتى وصلنا للحكم القضائي، وأن أمن الدولة تصون محاكم التفتيش التي عادت لتتحدى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لثورة دينية. دكتور صلاح، يعني موضوع شائك جدا إنجاز التعبير، هناك دعوات كثيرة وبلبلة كثيرة، دعوات منها بيطالب بالعفو عنه وأخرى بيطالب بقتله مثلما ذكر في هذا المقال، لكن كيف تقف أنت على يعني ما حدث مع إسلام بحيري؟ لا، أنا طبعا أنا أقف في منطقة وسط وهي تعبر عن أغلب المجتمع المصري، ولا منطقة إسلام البحيري اللي ناطحة أمور مستقرة في السنة، ولا منطقة سحر الجعارة اللي بتعتقد أن كل من هو ضد إسلام البحيري مع دولة كهنة الدين. لا بالعكس، إحنا مع الدولة المدنية بأصولها، الدولة المدنية بأصولها المرتكزة على قواعد وتقاليد وقيم مصرية وقيم دينية ومراعاة لتكوين دولة مصرية هي متدينة، ده شعب مصر متدين بالطبيعة وبالفطرة. فالمسألة هنا يعني إسلام البحيري تجاوز فكرة وعرض وجهة النظر ومناقشة والتفكير والإبداع وكذا إلى مسألة مناطحة الآخر والاعتراض على الآخر وإنكار الآخر. فأنا ضد طبعا ضد دعاوى التكفير ودعاوى الحزبة اللي يعني واجهها إسلام البحيري، ومع التناول الوسطي المعتدل لهذه القضية. ما ينفعش اني انا انت، ممكن نبقى انا وانت بس في اطار حوار كل منا يقدر وجهة نظر الاخر، انما مسألة ان اسلام ينفي وينكر الاخر والاخر ينكر اسلام وينفيه، ده تصادم في الافكار ما يتهيألي يضر المجتمع المصري. وتحت عنوان سيدي الرئيس كيف ترى أن يذكرك التاريخ تكتب دكتور غادة شريف في عدد الغد من المصري اليوم، وترى أن جريمة إسلام بحيري كانت في فلتان اللسان وليست ازدراء الأديان، وأن دائما بداية القرون ونهايتها ترتبط بأشد مراحل التخلف والانحدار الفكري والسلوكي، وأن هناك فرق بين أن يتولى المناصب التي تتعلق بمصائر الناس أشخاص مثقفون وبين أن يتولاها محدود الثقافة أو أصوليون أو خائفون، وأن الشيوخ إذا كانوا علماء لعلموا أن القاعدة الأولى في مناقشة الباحث هي أن الفكر يواجه الفكر أو يواجه بالفكر فقط دون استعراض عضلات، وأن الرئيس السيسي أمامه الآن فرصة ذهبية ليثبت للجميع أنه بالفعل جاد فيما يردده دائما عن رغبته في ضرورة تعديل الخطاب الديني بالعفو الرئاسي على إسلام بحيري لإنقاذ البلد من مصير مظلم. دكتور صلاح، في البداية نختلف أو نتفق مع آراء إسلام البحيري أو ما كان يراه، ولكن لننظر خارج الدائرة الآن، هل هناك من يحاول إلى الإساءة أو الإساءة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه بمثل هذه القرارات؟ لا، هو يمكن في سوء تقدير لبعض القضايا على فكرة، وبتتحول إلى ألغام بتلقى أمام الرئيس، وبيبقى ما على الرئيس إلا نزع فتيل هذه الألغام. منهم مثلا لو تتذكروا قضية اعتداء أحد ضباط الشرطة على أحد المحامين وخروج الرئيس بعد ذلك لينزع فتيل هذه الأزمة وهذا اللغم بأنه يعتذر لجموع المحامين. نفس الكلام على فكرة، ومش عايز أحمل هنا الرئيس، يعني مش معقول أن الرئيس يتحمل كل هذه الألغام على فكرة، إلا الرجل هيبقى قاعد يعني بس رجل مطافي وطفي الحرائق اللي بتحصل. لا، احنا عايزين رئيس رجل دولة بيتولى الانتقال بالمصريين وما نتوقفش احنا، يعني احنا حتى كاعلام مش عايزين نقف قدام كل لغم من دول ونقول له انت فين يا ريس. لا، احنا عايزين الريس يبقى موجود في مكان اخر، مكان تلبيه طموحات المصريين الاقتصاديه والسياسيه والتشريعيه وكل اداره امور الدوله، مش اداره هذه الالغام.